أنا بصراحة مش عارف أعمل إيه مع الولد ده، من يوم أمه ما ماتت وهو عامل لي دوشة ومشاكل في كل حتة، أنا مش فاضي للكلام ده. طبعا يا فندم معروف، هتفضل إيه ولا ليه ولا ليه، كان الله في العون. بصيلي هنا أهو، أنا عايز أعرف أنت عايز مني إيه وإيه اللي عرفك إن أنا هنا أساسا. رحت لك البيت والمكتب ما لقيتكش، وأنا عايزك ضروري. لما سألت عرفت إن أنت متعود تكون هنا بالذات أما تكون مزنوق في الشغل. آه ده أنت بتراقبني بقى، ممكن أعرف حضرتك مشرف اجتماعي ولا مباحث؟ ابنك في خطر، ابنك مش حاسس بوجودك في حياته، لدرجة إنه لما اتخانق مع المدرس واتطرد وطلب إنه يجيب ولي أمره، أجر ولي أمره، يعني أجر أب. أجر أب؟ أنت بتقول إيه؟ ابننا؟ أيوه ابنك أنت، بس المهم هو عمل ليه كده؟ هو عمل كده عشان مش حاسس بوجودك في حياته بعد وفاة أمه. وجودك عبارة عن عقاب، عقاب مستمر لغاية خلاص زهق من العقاب، ما بقاش لي لازمة بالنسبة له. أنا قلت أجي أنورك يمكن تقدر تحلها. أنا بجد زهقت، أنت هتفضل سايبني كده كتير ولا إيه؟ لا يا حبيبتي إحنا خلاص خلصنا. طب متشكر قوي، أوعدك إني هتصرف. طبعاً طبعاً أنا مقدر حجم مسؤولياتك وعارف إن الحمل تقيل. أفندم؟ أنا بتكلم على الواد ابنه في المدرسة، دماغك راحت بعيد على فكرة. أنا حزين. طمني يا دكتور، بابا عامل إيه؟ أنا حذرته كتير وقلت له بلاش انفعالات، قلبه مش هيستحمل، احنا ملصمين الدنيا بالعافيه وبرضه مفيش فايده. لا معلش يا دكتور براحه عليا شويه، بس هو بابا عنده ايه؟ كان داخل على ذبحه لكن ربنا ستر، يا ريت بقى ناخد بالنا وما نتعرضش لاي مجهود ولا انفعالات ممكن توصلنا لنتائج احنا في غنى عنها. حاضر. اتفضلي اديله الدواء ده وانا هعدي عليه بكره ان شاء الله. ان شاء الله. شكرين. شكرا يا دكتور. عن اذنكم. تفضل. تسلم رجليك يا حبيبي. ما تصدقوش ده راجل مهولاتي، هو كده من ايام المدرسه. يعني انت عاجبك اللي انت بتعمله فيا وفيك ده؟ انا اسف بس انت عارفه الشغل وقرفه ومشاغله. هتسيبه يا بابا، هو قدم استقالتك يا سيدي ساوي معايشك، بس كفايه بقى وجع القلب اللي انت فيه كل يوم والتاني ده. هو انت عاوز تسيبني لوحدي؟ ده انا ماليش حد غيرك يا طاطا. اسيبك؟ طب ريح. ده انا يظهر ان انا حاسبك بجد. بعد الشر عليك. انت صدقتي؟ ده انا لسه متعلم لك حته ندفة طريقه عمايل ماكي السوشي، هتاكلي صوابعك وراها. بس بقول لك ايه؟ تخلي لي الصباع ده عشان احلي بيه بعد الغدا. بموت فيك وانا بعشقك. هعمل لك برضه صينية البطاطس. خلاص يا طارق.